بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أيها الإخوان المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم هو السبت الموافق 11 من شهر رجب لعام 1448 من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، المقابل 10/5/2047 من ميلاد عيسى عليه السلام. هذه الحلقة 47 من سلسلة حلقات برنامج بعنوان برنامج عام عن الأديان. موضوع الحلقة اليوم هو الصبر، والصبر من معناته المر الشديد، المر، شجرة الصبار من الشجرة مرة، الصبر هو مر لكن نهايته يعني حالي أو حلو. الصبر قضية كبرى قل من يتبناها أو يعملها. والقرآن الكريم ذكر لنا أن ليس هناك أحد ينال شيء بدون الصبر، وأن هذا سنة من سنن الله، أن لا ينال أحد شيء إلا بالصبر والمثابرة والعمل. ليس صبرا يعني تتوقف تصبر ولا تعمل، لا، الصبر مع العمل. نأتي طبعا الإنسان يعمل شيء ليحصل على شيء. فالقرآن الكريم يبين لنا أن لن تحصل على شيء حتى تصبر، وأن كل شيء لابد من التضحية. الجنة هي مطلب من مطالب، ليست هي المطلب الأساسي لنا كمسلمين. المطلب الأساسي لنا كمسلمين هو رضا الله، لكن تبقى الجنة مطلب. يقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة البقرة 214، أم حسبتم تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. إذن الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأن الذين سبقونا زلزلوا وحصوا وفتنوا وابتلوا، حتى أن الرسول من الأمم السابقة والذين آمنوا معه يقولون متى نصر الله، يعني طال المدى. الله رد وقال: ألا إن نصر الله قريب. الله يعلمنا حتى يخلق السماوات والأرض أن أخذ مدة طويلة، على أحقاب زمنية بالتريليونات أو السنين، أحقاب لا يعلمها إلا الله، رغم أن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يخلق في أقل من الزمن. في سورة يوسف كذلك يبين لنا الله سبحانه وتعالى أن الإنسان لابد يصبر. سورة يوسف آية 110، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. سورة يوسف آية 110. إذن الرسل يعني ييأسون من قومهم لدرجة حتى يظنون، وقد يظنون أن كذبوا وأن ليس هناك نصر.
كل يقول من جهة الله، يعني الله مثلا كذا والعياذ بالله، لكن قد نقرأها كذبوا أو كذبوا بشر، بشر في الأخير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى بشك من إبراهيم. الإنسان ممكن، فإن كنت في شك مما نزلنا إليك فسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، ممكن الإنسان يصير عنده شك، ولماذا لا؟ طيب الله يقول في القرآن ولو نشاء لذهبنا بالذي أوحينا إليك، ممكن يصير أي شيء، كل إنسان بشر. الصبر هو ثلاث أشكال: صبر على ابتلاء الله، صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله. الإمام علي عليه السلام يقول مما يروى عنه: سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وحتى يعلم الصبر أنني أصبر على أمر من الصبر. بمناسبة الإمام علي رضي الله عنه، فالحقيقة أنه يعني إمام عظيم ملهم، ويكاد يكون نبي يعني بصراحة، وهو موضوع حق طبعا في بعض الأوساط هذه بالمناسبة يعني. ولو كنت أنا أدركته لانتخبته كخليفة، ليس لأنه قرشي أو ليس لأنه قريب للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا علاقة للانتخابات بهذا وذاك، بل لأنه جدير بذلك وهو عالم ويستحق أن يقود الناس بالعلم. ولو أن الخلافة والمنصب لا يزيد في علي رضي الله عنه وعليه السلام، فقد طلق الدنيا بالثلاث، ولكن أمة تحتاجه، كانت في أحوج ما أحوج ما تكون إليه بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه قضية، ولو أنني ضد القرشية يعني في الأخير صار قرشية يعني، لكن هذا بالمناسبة. نرجع إلى قضية الصبر. من سنن الله سبحانه وتعالى في هذا الكون أن لا تحصل على شيء إلا بالصبر والمثابرة والجد. الصبر، الصبر أن تصبر وتخطط وتعمل. فصبر بدون عمل هو استسلام، أن تصبر وما تعمل أنت مستسلم، لكن تصبر وتخطط بالليل والنهار، تخطط على المدى الطويل، المدى الطويل اللي يأخذ مئات السنين أو آلاف السنين أو حتى ملايين السنين يصح الزمن يعني الكلام. يعني يجب نستمر نقاوم الجهل والاحتلال والظلم ولا نستسلم. القرآن يبين لنا أن الإنسان في الحرب يصبر، في الشدة يصبر، وفي الابتلاء يصبر. الله سبحانه وتعالى ابتلى الأنبياء بالشياطين، شياطين الإنس والجن، حتى يختبرون في هذا في الصبر. ابتلانا الله بحكام جهلاء مجهال لا يقرؤون ولا يكتبون. لنصبر، نصبر كيف؟ نقاومه، ليس نستسلم. لا، ابتلى الله فرعون بموسى، موسى بفرعون، ونحن مبتلين بحكام من طغاة. لماذا؟ لازم تبتلى بشيء حتى تعمل، حتى تصبر. تبتلى بحاكم جاهل مجهال، أو بمرض، أو بصحة، أو بغنى. حتى الصحة والغنى هي اختبار، هي بلوى. أو بابن عاق، أو بزوجة ناشز، أو بجار سيء، أو بدولة ظالمة، أو بأي شيء. في الحياة هذه لابد من الابتلاء. تقول لماذا يبتليني الله؟ حتى يختبرك، حتى هل تنجح أم لا. لماذا فعل الله؟ هذه سنة من سنن الله. لماذا هذه سنة من سنن الله؟ هذا الخلق، اسأله لا يسأل عما يفعل. طيب لماذا الله لا يسأل عما يفعل؟ لأن الله، من الذي في منزلة الله في مصطفى يسأله أو يسأل؟ هذا إله متفرد. إذن لابد من ابتلاء، ابتلاء إذن تصبر. عندما تبتلى بملك ظالم يحكمك ويغير جنسيتك ويغير
دينك غير تقاومه وتستمر في مقاومته ما لا نهاية من الزمن حتى يزول، وتلقى أبنائك ومجتمعك مقاومته كما ترضعهم الحليب، ولا تيأس ولا تسأم حتى يزول هذا الظلم وهذا الابتلاء، مثل ما تبتلى بدرس رياضيات صعب. هذا الدرس الرياضيات الصعب هذا لا تستسلم، تستمر 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 حتى تحل هذه المعضلة. إذا ليس تبتلى باختراع شيق، لكن أمامك عقبات وعقبات وعقبات وعقبات، لا تستسلم. هذا جسم يعني الذي يقدم البشرية مئات المرات بل آلاف المرات، إحباطات إحباطات إحباطات، ما قال مرة لا فائدة من هذه التجارب. يعني يرتاح قليلا استراحة محارب ثم يعود للتجربة. إذن استمر، نحن هنا في ابتلاءات، ابتلاء الله الإنسان بالشيطان بنفسه، نفس أكثر بديرته بعائلته بكل شيء، ابتلاءات بحبه الأشياء، حبه لمال أو لنزوة أو لطاغوت أو شيء، يعني في الأخير أنت مبتلى. تأتي عندك حكم مثلا خلافة هو حكم عادل، ابتليك الله بمرض تلقاك في صحة، ابتليك الله بحاكم ظالم تلقاك مثلا غني، ابتليك الله بابن عاق. في ابتلاءات، لن تسلم من ابتلاءات. الأنبياء لم يسلموا عليهم الصلاة والسلام، هم أفضل خلق الله، لأن نحن في دار ابتلاء. القرآن الكريم ذكر الصبر، ذكره كثيرا، اصبروا وصابروا ورابطوا، تكلم في المعركة. عندما تأتيك دولة أو شخص يغذيك يجب تقاومه، إذا غلبك فلا تستسلم، لا تستسلم من داخلك، قد ترفع الراية البيضاء في الظهر لكن من الداخل استمر مقاومته. الجزائر احتلت، بقيت 183 سنة في الاحتلال الفرنسي، حتى أن فرنسا تقول الجزائر جزء من فرنسا، لكن قاوموا حتى استقلوا، كان استقلالهم في 1962 وقد احتفلنا بالمناسبة. وقال شعب الجزائر مسلما والأوروبا تنتمي، نحن لدينا احتلال فوق 80 سنة، نقاومه صراحة، احتلال ثقافي وعسكري وبكل القياسات. يعني احتلال لم يحدث مثل في الكون، دمر الناس بكل القياسات، نحن نقاوم ذلك. مكيك مثلا جار سيء، قام كذلك بالحسنى بأي طريقة، مبتلى في هذه الحياة، لن تستطيع أن تعيش في الحياة هذه وتريد أن تكون في الجنة، يعني لأن من غصات ومن يكلف الأيام تفضل تباعها، مثل اللي يدور في الماء جمرة، هذه طباع الأيام بلاوي وإلى آخره. ففي هذه المجالة أقول نسأل الله أن يعيننا على الصبر، والصبر هو الصبر، يعني الصبر أمور. والقرآن ذكر الصبر كثيرا، والرسول لو رأيناه، لو رأيناه نوح مثلا 950 سنة، تخيل، لكن تتخيل الإنسان هو ما أمنا معهن قليل، وقال 80 رجلا وقال قليلا، والصبر 950 سنة إحباطات ومعاناة ورهصات، وتواصلون كل جيل تواصل بالجيل اللي وراه، أكفر بنوح هذا نوح مجنون، استمر حتى نهى الله، تقال الله أمر بصام السبيل. إذا نستمر حتى ما دمنا نشم الهواء في مقاومة الاحتلال والظلم والجهل والشيطان قبل ذلك. هذه الحلقة البسيطة التي أسأل الله أن ينفعنا بها، ينفع بها، وسنا
نتناولها إن شاء الله بالتفصيل. وأقول لكم في الأخير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.